24 ساعة من العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة، ساعات استشهد خلالها 40 فلسطينيا ويزيد في غارات متعددة استهدفت منازل ومدارس وخيام تؤوي نازحين. جملة جرائم ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي توزعت على كامل قطاع غزة الذي يعيش دوامة الحرب والتي لم تتوقف منذ ما يقرب العام. فجأة من ربع ساعة رايح، قلت عنودي الشراب لمصطفى العويني، قلت له خلص شوي وبرجع لك. ما وصلت مدرسة أبو مهزلة صرت الضربة، عاد من صرت الضربة بعرفش، لو لقيت أبوي بجري، رحت جراي لحقت أبوي، لقيت ابن خالي وأخوي الثاني استشهدوا. هاي الكل اللي صار. بسم الله ونعم الوكيل. فجأة سمعنا صوت انفجار، بطلع حوالي لقيت الخيام مولعة نار، في أشلاء شهداء كانت، وعندي في الخيمة تم حرق الخيمة على أطل قصف، وصوب عندي 4 أولاد منهم بيت حالتها خطيرة، وبالآن بيتم إجراء عملية جراحية لها. الحرب التي لا يعرف متى ستنتهي مع إصرار الاحتلال على مواصلتها أوصلت الناس، خاصة من يعيش في خيام، لهاجس كبير، وهم يستعدون لاستقبال فصل الشتاء خشية غرق خيامهم المهترئة من مياه الأمطار، ولا حلول لمعاناتهم وأيديهم لا حيلة فيها بعد أن أرهقتها الحرب بتفاصيلها الموجعة. لكن اليوم في معاناة نبعة جديد، دخول الشتاء علينا، الناس وضعها سيء للأسف، فيش خيمة، يعني الخيم اللي عندنا على شكل خيمة، هي شكليا تقدر تقول خيمة لكن هي عمليا مش خيمة، هي قطع قماش ساكلة فيها الناس ساترة حالها، يعني حتى السقف نايلون ما فيش. مش عارفين وش نسوي في الشتاء. طبعا انت شفت تصوير، في تصوير خلال التصوير الخيمة ممزعة بشكل كبير، يعني اذا اي شتوية اجت حتغرق الخيمة والاطفال حيتبهدلوا والواحد بتبهدل، مش عارفين وين نروح ومين الناشد. الفلسطينيون يعيشون في مستنقع من الأزمات، يواجهون بمرارة واقع غير مألوف ولم يعهدوه يعيشون فيه مجبرين، فالمأساة تتفاقم بفعل الحصار والقتل والتدمير. مشهد الحرب في غزة منذ يومه الأول وهي اليوم على أعتاب السنة لم يتغير، وأمنية الناس هنا بأن تزاح غمة الحرب بلا رجعة حتى يتوقف شلال دمهم النازف وتنتهي مأساتهم التي يعيشونها مجبرين. مازن عبد الكريم، تلفزيون سلطنة عمان، قطاع غزة.